السلام عليكم، الله يعطيكم العافية جميعا. اليوم راح نشرح لكم عن طريقة عمل دروب جيبسون بورد. دروب جيبسون بورد بيستخدم للمطابخ وممرات أو مداخل البيوت. طبعا هالدروب نزلناه تقريبا 22 سنتي لنزول هذا، لأنه إحنا بدنا نعمل رسمة داخلية، رسمة فلات، يعني داخل الفلات راح يكون فيه رسمة. وهيك طبعا بنجمع زوايا الحديد على البلاط الجانبي، بالعادة بيشتغلوها على برغي واسفين، ولكن احنا بنحط مسمار الدباس او دباسة المسامير بين الفواصل، ومن هون بناخذ القياسات على 38 سنتي، لانه الدروب راح يكون على 40 سنتي. 38 طبعا في ناقص تقريبا سنتي الا ربع، مزودين سنتي لربع بحيث انه احنا نقص الزيادات. نضرب خط العلام وبنكمل جمع الزوايا من فوق. طبعا مثل ما انتم شايفين الزوايا بالطريقة هاي على السقف بتكون واصلة للاخر، السبب لانه احنا بدنا نقصها ونخلي كل الحديد جامع مع بعضه، يعني ما بزبط كل قطعة على نفس القياس انه نهاية خط، بالعكس لا، كلياته لازم يكون جامع مع بعضه ومتصل. مثل ما حكينا انه الدروب كويس للمطابخ، ليش؟ لانه احنا ما بدنا انارة مخفية داخل المطبخ عشان ما تجمع شوائب واوساخ، ومنظرها افضل وعملي اكثر للمطابخ او مداخل البيوت. ومثل ما حكينا انه الدروب بعد ما جمعنا الحديد زي هيك منزلينه احنا 22 سنتي، بحيث انه يكون الدروب مبين منه 12 سنتي و10 سنتي فوق، احنا حرين فيهن نعمل فيهن الرسمة اللي احنا بدنا اياها. وهيك بننزل الشرشف. طبعا الشرشف برضو زايد، لما نقول احنا 22 نزول الحديد على الليزر راح يكون الشرشف 30 سنتي، بحيث نكون عندنا حرية بالقص على الليزر او الزيادة اللي بتكون زايدة عن القياس اللي احنا بدنا اياه، لانه احنا حاطين اصلا ميزان ليزر بحيث انه يلتقي الشرشف مع الزاوية السفلى. نقص بكل سهولة، فهيك بيطلع ميزان. طبعا الدروب من فوق ما راح يكون ميزان، ليش؟ لأن السقف مايل، فإحنا بنستعوضها بإيش؟ بالرسم اللي بدها تيجي بعديها، فبدنا نركب زوايا، والزوايا هذول راح يكونوا قياس 100%، فبالأخير راح يكون كله ميزان. ولكن لما تركبها على استقامة إنه تقص على الليزر من تحت، راح يكون مبين انه هاي زايدة وهاي ناقصة، وهاي الاخطاء اللي بيقعوا فيها بعض الفنيين انه بيعمل ليزر بفكر انه الليزر فقط من تحت. وهيك بنقصهم بالشفرة وبنزيل الزيادات من شرشف الجبسن بورد. مثل ما انتم شايفين ضوء الليزر جاي على خط الشفر اللي احنا بنشفره. طبعا ان شاء الله في 3 فيديوهات فيهم رسمات حلوة كثير وصعبة شوي راح تتعلموها. بعد الفيديو هذا ان شاء الله راح ينزل 3 فيديوهات، كل فيديو لرسمة معينة، كيف بعد الرسم اليدوي انك ترسم بالشكل الحقيقي، لانه في فرق بين الرسم اليدوي والرسم الحقيقي على السقف، خصوصا بالقياسات او غيرها، لانه في سقف اول وثاني. طبعا على الشرشف مثل ما انتم شايفين ركبنا زاوية من الاسفل، صار عندنا زاوية من فوق، زاوية من الاسفل، وزاوية على الحيط من تحت، عشان يجمع كلياته على بعضه. كالعادة الزوايا اللي زي هيك او البراغي اللي زي هيك بنكون بين كل برغي والثاني تقريبا 20 ل 30 سنتي، لو كان عشوائي شوية عادي ما في مشكلة،
وهيك بنقص الزيادات أو الزاوية من حفة الشرشف الأولاني بحيث إنه يجمع الشرشف على الشرشف 100%، لأنه لو ركبنا الزاوية على استقامتها ما رح تعطينا غير إنه الشرشف يكون ميل، هيك بكون شاد على بعضه ومستقيم. بنحفهم بالفارة لأنه إلا ما يطلع نتوء وزيادات بعد قص المشرط والمشرط إلا ما يخلي بعض الرتوش والنتوش. ما بنخلي زيادة، يعني مع الزاوية بنحفه كامل. فلما يكون الليزر من تحت شوفوا كيف هاي راكبة 100% إن شاء الله. لما يكون الليزر 100% من تحت مستقيم، ولما تحط ميزانك ممتاز، ولكن من فوق بكون أصلا القياسات فيها فرق من الزاوية للزاوية، مثلا الزاوية هاي 12 ثالثة 14 اللي بعدها كذا، هذا اشي عادي طبيعي. وهيك بنركب التابلو السفلي. احنا قلنا ركبنا الشرشف على 38 وقطعة الجبسن بورد تقريبا سنتي وربع، فبدي يظل معانا سنتي الا ربع كمان، انه اللي هم الزيادات، بحيث انه لو صار فيها شيء بسيط من الميلان نتداركه ونقص الزيادات بالمنشارة بالفارة بالمشرط حسب المتواجد. وهاي هي صيغة الدروب، يعني باعتقادي انه سهل جدا مثل ما شفتوا انتو، ولكن هو مهم جدا 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 لعدة اشياء خصوصا للمطابخ والممرات مثل ما حكينا قبل. طبعا كل نهاية تابلو لازم نربط اللوح باللوح اللي هو التابلو بالتابلو بقطعة أوميجا أو ترك عشان على المعجونة ما يصير فيها فصل. على هالسيستم بنبلش نجمع بهالأشياء، وهيك بنقص الزيادة، وإن شاء الله نكون مستمتعين جدا في كل هالفيديوهات اللي قاعدين نتعلمها بنشوفها بحذافيرها، وبتطلع معنا بنتيجة نهائية إن شاء الله لقدام. كل شوي شوي بنصعب عليكم الشغل، ولكن كل فيديو راح يكون سهل. صح هو صعب بس سهل الشرح، سهل انك تشوفه وتفهمه وتتعلمه. طبعا الدروبات بتبتدئ من 20 30 40 50 60، المهم انه يكون الدروب متوازن وشكله لطيف. طبعا نزول 22 سنتي بتعرف يعني كثير دفش، لكن هو ما رح يبين منه غير 12 سنتي. طبعا هيك بنكون شبه فنشنا الدروب. الدروب هو عبارة عن ثلاث زوايا، زاوية فوق، زاوية على الجنب، زاوية على الجبسن بورد، وشرشف وتابلو فقط لا غير. بدك تضربها على الليزر او على بربيش الشقلة وبتطلع معك زي ما بدك. هيك بنكون انهينا الفيديو، نتمنى انه اعجبكم. ان شاء الله بنشوفكم على الفيديو الجديد والجديد والجديد قريبا، يعني ثلاث فيديوهات. الله يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله.